مهانة! انت يا مهانة! يا مهانة! من اللي دخل من الباب زي الحرم اللي عندي؟ من ايه؟ انا يا بشيخ طلال. انت من يا زفت انت؟ انا مش زفت، انا طاهر. مالك يا طاهر؟ بتتجاوب كده ليه؟ حضيتنا مهانة يعني لو عندك يعني بتربي يعني انا انارب ولا حاجه، انا جايب لك هديه قيمه، حزمه برسي. ولا انت جاي كده ليه؟ تزعج بعين وحسك على البيت؟ هو انتوا عيال بتلعبوا في الحاره ليه يعني؟ معلش يا بصلك وحش. وحش هو؟ طب ما يجي يسلم علي بدل ما هو واقف كده ينارب عين وحسه زي الديانه الملعين. يا خال انا جاي ازوركم، تقوم يعني تقابلني المقابله الوحشه دي؟ جاتك تهية في تربيتك. قولي هل عايز ايه؟ تلاقيه كان عايز يقول لك حاجه يا ايوه، كنت عايز اقول لك حاجه بس انت خدتني على مشمي. اتهبب وقول عايز ايه يا لك. خد يا بها. انا يعني كنت يعني عايز اقول لك يعني انني حيكون لي قاع لوحدي. ايوه حيبقى لي قاع لوحدي ممكن اتجوز فيه، وكنت عايزك يعني تخش القاعه وتقرا لي كده كم سوره قران يبركوه. امشي امشي قال امشي، قوم فز من قدامي. لما تبقى راجل ويبقى لك قاعه صحيح ابقى تعالى اتكلم معايا. امشي. انت مالك كلامك خايب كده ليه يا خال؟ انا اكلمك عن القران الكريم تقوم يعني تهب فيي؟ اهب فيك؟ ايه ده انت ولد قليل الادب بصحيح. امشي هلا. القران الكريم لا يمسسه الا المطهرون، انما انت القاعه بتاعتك بقى ما حدش عارف هيبقى شكلها ايه يا اخوي. شكلها طاهر، ده حتى اسمي طاهر. ايوه طاهر، خسارة ده الاسم في ده الجسم. امشي. انت يا راجل انت صعب التفاهم معاك، صعب التفاهم معاك ليه؟ تفاهم ايه يا هلا؟ تتفاهم معايا بمناسبة ايه يعني؟ ايه؟ انت هتتصاحب معايا ولا ايه؟ وفيها ايه يا خال لما صاحبك يعني تطول انت لما انا اسليك انت وبنتك؟ جاتك ده يا قليل الادب بصحيح، تسليني ايه يا هلا؟ غور امشي، هتعمل لي فقرة جد؟ يا سيدي خليك حليم وخلي خلقك هادي. تعالك كده. عموما انا كنت جاي اعزمكم في فرح اختي بسيط، امي هي اللي قالت لي ان اجي اعزمكم في سراية المجاور. بنت يا بهاني سرايا ايه؟ سرايا تلحس عقل المجنون. ولا ايه؟ انت ولا ايه؟ امشي على كل لبك. احنا مش بتوع السرايات يا اخوي. ايوه فعلا، وانت وشك مش وش سرايا. بقول لك ايه، خليك انت وخلي بهانا هي اللي تيجي. ولا ايه؟ امشي على من قدامي، غلبتني في عشتي. امشي بهانا بهانا. خلي بالك الطيش. يا اهلا وسهلا، يا 300,000 مرحبا. اتفضلوا اتفضل. سفره دايمه يا سيدي. يدوب عزك يا سعاده البيت. سفره دايمه يا حاج طيش. احنا نظرنا النبي يا سياده المامور. اتفضل اتفضل. يا اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا سعاده المامور. ربنا يكتر افراحكم يا حاج درويش. اظن دي بقى الاخت الثانيه. ايوه يا اخر واحده، معظمها صحيح انما دمها زي السكر والقلوبه. يا ريت يا سيدي الحاجه فاطمه كانت خلفت ثلاثه اربعه، كان زمان واحده فيهم بقت مراتي. خلاص اخليها تخلف لك واحده مخصوص. ما بقاش ينفع بقى بعد ما شافوا ادوك كتاب. على فكره أنا عايزك تمر عليا بكرة في المركز. اللهم اجعله خير. بس لازم تيجي، أوعى تتأخر، لأن أنا عايزك ضروري في حاجة مهمة. على فكرة أنا لبيت دعوتكم في الفرح ده مخصوص عشان أقابلك وأقولك. يا سعادة البنت تشاور بس. المسألة اللي أنا عايزك فيها
فيها شيء كبير من السرية، مش عاوز أي حد يعرف إن أنا طلبت إنك تجيني ولا إنك جيتني. إنما سعادتك عايزني إمتى؟ بلاش بكرة، عشان العمدة طلب يقابلني وحددت له معاك بكرة. خليك أنت حاج درويش بعد بكرة، بس في السر كده. أنت تؤمر يا سعادة المأمور. اتفضل. السفرة دايما يا سير حيل. بالهنا والشفا يا حضرة العمدة. الله يهنيك. عقبال كده بتجيبوا لنا صبيان وبنات. دعواتك امال يا حضرة العمدة. لا انت ربنا هيكرمك. ألف مبروك يا سي درويش. عقبال أحفادك يا جناب العمدة. شرفتنا يا سعادة الباشا. الحكاية يا عمدة، ده تالت لقب تقولولي. انت بتلاقي الألقاب دي ولا ايه؟ أفندي بيه باشا. ما ترسيلك بقى على لقب. أبو بلاش كتر منه يا سعادة المأمور. انت تستاهل كل خير. ايوه بس ترسلك على بر. ايه بقى اخر لقب ناوي تنعم عليا بيه؟ انا بقول الباشا حل يليك بمقام سعادتك. يعني يا جناب العمده، سعاده المامور ينشر الخبر في الجرانين وهو مطمئن. منورنا يا قفاص بيه. اتفضل. الله ينور مقدارك يا رحيل. ها مبروك، عقبال البكار ان شاء الله. اتفضل يا قفاص بيه، اتفضل. ده انت اللي الف مبروك والله يا سياده النائب. خلاص يا رحيم، استوطنت في شباس عمير، سحروك العكيشه. سرهم بتاع قوي قوي يا سياده النائب. هتقول لي يا رحيم، انا شدت لهم قبل كده وهشهد لهم كمان بعد كده. الحاج درويش، لا مؤاخذه كده كنت عاوزك في كلمتين. بعد اذنك. اتفضل يا حاج درويش. ايه يا في ايه؟ ام الحاجه تعبانه قوي، وقعت من طولها وعاوزينك حالا. اما يما كانت حته زفه حلوه قوي قوي. ايوه قوي قوي. المهم ان احنا فرحنا باختك وخلصنا بقى من هم البنات. الحمد لله. عقبال ما تجوزي ولاد ولادك ان شاء الله يا حج. ايوه بس بطلي انت خلفه شويه عشان الحق اجوزهم كلهم. انا هبطل ايه ولا ايه؟ هبطل بسيمه اللي كانت ماليه عليا الدار وطول النهار تنجر فيي ولا هبطل ايه؟ يلا يا مريم، خد الحزب كله وسيب امي ترتاح. يلا. حاضر. يلا على خير يا حبايبي. صباح على خير. صباح على خير يا حاج. بالك يا حاجه، انت مش مريضه ولا حاجه، انت عامله زي عبور الطحين اللي موتوره شغال ليل نهار وبيريح بس. أني وفور طحين يا مالي. أني بقول مثلا يا حجة مثلا. ريح أنت بس وانبسطي على الآخر وجميلنا بالسلامة، الدار محتاجك. حصل ليلة في الفرح حاجة غريبة يا حجة. المأمور والنايب غمزولي من ورا ظهر العمدة وقالوا أنهم عايزيني. وماله يا دناي، روح لهم بس ما تنساش وانت معاهم انك درويش ابن فاطمة علبي. يلا تصبح على خير. انا بقول يا حجة اريح جنبك هنا على الكنبة وبيت روح تنام مع مريم. لا يا ابني لا، روح نام جنب مراتك وبعت البهي. يمكن يا حجه تحتاج حاجه. ما تحرمش منك، روح يا ضناي تصبح على خير. وانت من اهله يا حجه. عاشق وماجون.
علبة ودرويش والحب مخلوق في القلوب بيعيش مهما الكلام عن عشقهم يتكاد كل الكلام يخلص ولا يكفيش كل الكلام يخلص ولا يكفيش جرى ايه يا درويش؟ انت هتولي البدر ليه يا اخوي؟ امك زي الفل كويسه خالص، بس احنا يعني اللي متعودين انها مترقدش في سريرها، هو ده اللي مبرجل. امي دي لو جرى لها حاجه يا مريم انا كنت اروح فيها. بعد الشر عليكم يا اخوي، بعد الشهر احنا محتاجينكم، محتاجين التراب اللي بتمشوا عليه. بتحبيها يا مريم؟ بحبيه، واني ليا في الدنيا غيرها وغيرك يا درويش. ما انت عارف ماليش ام وهي امي، ماليش لا خاله ولا عمه وهي كل قرايبي. ما انت عارف يا درويش ماليش اخت، الحاجة فاطمة كانت خلفت لي بسيمة وبهية. داني عشت معاها عمري كله من واني صغيرة، لساني ما يخاطبش غير لساني. داني عشت معاها اكتر ما عشت انت يا درويش. أصيلة يا مريم وبنت أصول. أني بنت الحاجة فاطمة علبة، بنتي جد بس ما حدش عارف. أنت عارف لو اشتكيتها في المحكمة هبقى بنتها بحاج وحاجيك، بنتها أكتر من بسيمة وبهية، حكم الجنوب وحكم الناس وحكم ربنا. تعرف يا درويش لو انت مش مصدق ولا الجودي مصدق، اني هقول للحاجة فاطمة تشهد بيك كده. استغفر الله العظيم يا رب، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. زينب ما تروحي تقعدي برا يا زينب، إحنا قاعدين مع بعض قاعدة إخوات. وأنا يعني هقعد برا في الهو؟ إلهي هو لما أخدك يا بعيدة. بقول لك إيه، أنا مش ناقصك الليلة دي، إحنا كلنا كده على آخرنا وإنت مالكيش آخر. استنى يا عبد العزيز. زينب اقعدي في قعدتي مع سكينة دي، ما بتنامش إلا لما أرجع. حاضر رايحي، بس باجي يا ريت ما تسهروش قوي. يلا يا اختي يلا يلا يا تك الهم. شفت البنت ما عندهاش دم، البنت عايزه تطردني من القاع. ما تحبكهاش قوي كده يا عبد العزيز يا اخويا. هي زينب مرتك كويسه وبنت حلال، هي يعني صحيح فهمها كده على جدها بس بتفهم. اي والله بتفهم، انا ما قلتش حاجه، بس يعني بتفهم ببطء. بطء ايه بس يا شيخ طلبه، دي ما بتفهمش خالص. دي انت اللي بقيت كريهة وما انتش طايقها من اصل. يا اخوانا يا اخوانا خلونا في اللي احنا فيه. واحنا في ايه؟ في امك وتقول لي زينب ما بتفهمش. خلاص يا عيسى، خلاص يا عيسى، خلاص يا اخوي، قول انت عايز تقول ايه وانا هفهم على طول عيد كده. المهم يا اخوانا احنا عايزين نبقى سند لامكم الايام ديت، نساعدها وما نخليهاش تحس باي حاجه. يعني انا بقول ان اللي بيشتغل فينا شغله يشتغل اتنين، واللي بيشتغل اتنين يخليهم عشرة. ايه ولا ايه يا عبد الباقي؟ عبد الباقي مالك يا ولا عبد الباقي مساهم كده ليه؟
لا بس اصلا انا كنت عايز. عايز ايه يا ولد؟ انت قول. كنت عايز اتجوز. وده وقته انت الاخر. ومش وقته ليه يا عيسي؟ اشمعنى يعني كل واحد فيكم يا اخوان؟ احنا مش عايزين نختلف. ايه؟ احنا عايزين نبقى ايد واحده. عبد الباقي عنده حق، وعيسى كمان عنده حق، وان شاء الله امكم حتقوم وتبقى زي الحصان وهتتجوز يا عبد الباقي. يا سلام، كلامك حلو قوي يا شيخ طلبه. يعني هات يا طاهر لو امك بعد الشر بعد الشر بعد الشر يعني مات هتعمل ايه؟ هتفضل قاعد في الزريبه كده لوحدك؟ ايوه هفضل قاعد في الزريبه، ابني ساعتها ما حدش هيسال علي، ويبقي كمان انداز بالرجلين. طاهر بتكلم نفسك يا ولا؟ هاني عايزه ايه؟ عاوزه شويه حطب عشان اولع الكانون عشان اعشي العيال يا ولا. الحطب كتير عندك اهو، حل عني بقى، حل عني. يا ستر عليك يا ستر عليك وانت براوي. بنتي هاني عاوزة أمي صحيح هتموت؟ فلا الله ولا فالك. أمك بخير يا ولد؟ بطلت خريف الليل دي هيجيلك كساح. كساح إن شاء الله. أنت دي تبقى حوسة لو أمي مات، ده أنا أروح في أبو نكلة. خير يا عمدة، أنا تحت أمرك. الأمر لله، أنا عايز أستلم باقة. تستلم إيه لمؤاخذة؟ الشغل، العمودية، هي مش خلاص الانتخابات خلصت وراحت لحالها؟ أنت ما تعرفش ولا إيه؟ أعرف إيه إن شاء الله؟ تعرف إنك استقلت، واستقالتك مسببة وصريحة وقبلت وانتهى الأمر. ايوه بس دي كان عشان الانتخابات. يعني ايه عشان الانتخابات؟ يعني مؤقتا، يعني اجازه. هو في حاجه اسمها استقاله مؤقته واستقاله دايمه؟ الاستقاله استقاله يا عمده. ايوه بس انا كان قصدي اجازه. القانون صريح مفيش اجازات، تترشح في مجلس النواب تستقيل من وزاره الداخليه. يعني انا اللي قدمتها دي استقاله؟ ما انت عارف استقاله. طيب يعني ما اقدرش ارجع عمده تاني؟ تقدر تقدم طلب جديد، وهيقدموا معاك ناس تانيين، والمسؤولين هيختاروا الاصلح. يعني كده ممكن حد غيري ياخدها؟ اكيد، وليه لا؟ طيب وعليه الدين ابني؟ ايه مش دلوقتي هو العمدة؟ اهو ده بقى اللي مؤقت يا عمدة. طب ايه رأيك بقى انني اللي متنزل له عنها؟ متنزل له عنها ده ايه؟ هي بيت ملك؟ ده احنا اخترناه عشان يمثل دور العمدة لغاية ما يتم اختيار واحد بطريقة رسمية. يعني علي الدين دلوقتي مش عمدة رسمي؟ ما قلتلك ده تم اختياره على ضمانتي، وانا اخترته لأنه من بيت عمودية وفاهم مفردات الوظيفة، وفي الوقت نفسه محدش اعترض عليه لغاية دلوقتي. يعني لو محدش طعن فيه يفضل عمدة؟ يا عمدة قلتلك إن هو مش عمدة، هو بيمثل دور العمدة، وإن حب يبقى عمدة عليه يتقدم للترشيح ويقدم مسوغاته. طيب حضرة المأمور ممكن تخدمني في الموضوع ده؟ ويبقى لك الحلاوة. طول عمرك حلوان يا عمدة، وحلاوتك حلوة، بس ما بتعرفش تقدمها لمين. لا ده انا حلوان يا قوي، وعجبك قوي 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 يا حاج مأمور. اوعى تكون انت اللي بنى مصر، واللي بنى مصر اصله حلوان. الله يحفظك يا حضرة المأمور. يعني انت بتقول فيه يعني انت بقى اللي بنى مصر؟ ايوان. لا الله ينور عليك، وبنتها حلوة قوي، وعشان كده عايزينك تبني لنا واحدة تانية، بس مش هنا، في الآخرة. انت بتفول علي يا حضرة المأمور.
وانت جاي ترشيني يا حضرة العمدة السابق؟ أنا ما كانش قصدي، أنا كان قصدي حكاية العمودية دي، عاوزين نشوف حل فيها يعني. ده مش شغلك، ده شغلنا احنا. طب ايه رأيك بقى؟ أنا عايز أقدم طلب ترشيح يعني من تاني. اتفضل. ولو ان الورق نادر اليومين دول زي الرجالة النادرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أني أهو تحت أمرك وإذنك يا سعادة المأمور. خير إن شاء الله. تتكلم أنت ولا أتكلم أنا يا حضرة المأمور؟ تفضل يا سعادة النائب. شوف يا حاج درويش، أنا وحضرة المأمور قعدنا وبحثنا موضوع العمودية، ولقينا إن أنت أنسب واحد في شباس عمير للمركز ده. أني أبقى عمدة؟ ده إيه الرضا ده؟ مش مسألة رضا يا حاج درويش، المسألة مسألة أمن عام، ضبط وربط، وإحنا دورنا نختار أنسب المرشحين من بين كل المتقدمين اللي تتساوى فيهم الشروط. على فكرة يا حاج درويش، اوعى تفتكر يعني ان احنا بنجاملك على حساب العمل، لا، ولا تفتكر كمان ان احنا عايزين نضرب بيك حد. لا، عفو والعفو يا سيادة النائب. انا بس يعني انا عمري اصلي ما فكرت ابقى عمده. في الحقيقه حضرة المأمور، الحاج درويش عمره ما شغل دماغه بالعموديه، لكن اهو سبحان الله مولود كده عمدة بالصليقة. اسألني أنا، مشاكل كتير كانت بتحصل في البلد وكان بيحلها بالتراضي بين الناس، وده اللي احنا عايزينه. أني عايز أقول يعني يمكن المشكلة فيه يعني. مفيش مشكلة ولا حاجة، انت هتقدم طلب زيك زي أي واحد، وبعدين إن شاء الله التحريات هتأيدك، وده طبعا يعني ما تأخذنيش يعني، افرضوا ان الفاس وقعت في الراس وطلعت منفعش، هيبقى شكلي ايه؟ ما هو اللي على البر عوام، انما المشكله بقى لما ينزل البحر. اللي يقول كده يبقى راجل موزون وعين العقل، وهو ده الراجل المطلوب في المركز ده. على فكره انا متاكد ان الحاج درويش ممكن يبقى احسن عمده في مصر كلها. خلاص، ما دام الحاج درويش كلة الشروط متوفرة فيه، يبقى ما فيش غير انه يقدم الطلب. خلاص، وادي الورق والقلم. اتفضل يا حاج. يا جماعة اكتب يا حاج درويش. اعملوا معروف، ادوني فرصة. اني طبعا ما اقدرش اوصف اني سعيد جد ايه بالثقة دي. دي ثقة كبيرة قوي تريح ضميري على الاخر، بس يعني ادوني فرصة يومين ثلاثة كده اراجع فيهم نفسي. الحقيقة حاج درويش، أنا مش شايف مبرر أبدا للتردد ده. أيوه فعلا، أنت متردد ليه؟ يا أخي ده أنت راجل صوتك من دماغ، ومفيش حد بيأثر عليك أبدا، يعني مش محتاج تاخد رأي حد. هاخد رأي نفسي يا سيادة النائب، أشوف إيه اللي أقدر أعمله وإيه اللي ما أقدرش أعمله لو بقيت عمدة شباس عمير. طيب هترد عليا إمتى يا حاج درويش؟ يعني يومين ثلاثة بالكتير. لاحظ ان احنا مستعجلين. انا مش هتأخر عليكم. اتشعر يا اخواته وهو وقفتوا ليه؟ جرالك ايه يا عبد العزيز؟ دول اخواتك يا اخي، بتعمل فيهم كده ايه؟ هم انفار ولا تمليه؟ وبعدين انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ بنشتغل يا بدرويش، بنساعد اخونا عبد العزيز. شغلوا وسبتوا اشغالكم؟ ما سبناش ولا حاجه. ايوه والله، بس انت يعني زي ما تقول ايه، احنا اجتمعنا واخدنا قرار ان احنا كلنا كده نحط ايدينا في ايد بعض ونساعد بعضنا في كل حاجه بنعملها. تبقى فوضى. لما كل واحد يشتغل شغلانه مش بتاعته تبقى فوضى.
وبعدين انا عارف انتوا بتعملوا كده ليه. فكركم يعني بتساعدوا امكم؟ لا، انتوا كده بتقتلوها. ها؟ نقتلها؟ اني هفهمكم ازاي؟ انتوا عارفين ايه احسن حاجه عملتها امكم فيكم؟ هي النظام، ان كل واحد يبقى له شغله يشتغلها ويبقى مسؤول عنها من طلعه النهار لحد الليل. يعني انت يا صادق لما توقف تزرع وتقلع طول النهار يبقى مش هنلبس هدمه جديده، لان انت اللي بتجيب لنا القماش عشان نفصله، بتجيب لنا الحاجات الحلوه اللي ما عندناش فكره عنها من البندر نقوم نتمدن، وهكذا كل واحد فيكم. ونصيحه مني يا اولاد، كل واحد فيكم بيشتغل شغلانه يرقد فوقيها ما يسيبهاش ابدا، والا هي هتسيبه وتتخلى عنه وما يبقالوش لازمه ويبقى عاله على نفسه. طب اعمل معروف يا بدرويش، سيبهم النهارده يساعدوني، الشغل ياما والشيخ طول بقى اللي هنشتغل معاك فما بيتش على انفاق. مؤكد هسيبهم عشان شغل النهارده ما يبص وتبقى الخبه خبتين. وفي حاجة مهمة عايز أقولها لكم. خير يا بدرويش؟ إيه يا بدرويش؟ إيه رأيكم في العمودية؟ إيه؟ إزاي يعني؟ عمودية؟ هي بقت تنباع وإحنا هنشتريها؟ تتباع إيه يا أهبل أنت؟ إيه؟ حكاية وما فيها إنها معروضة عليا. معروضة عليا بقى عمدة. واحتمال كبير قوي أفوز بيها. ده يبقى أحسن خبر سمعناه في حياتنا. العمودية تدخل دار العكايشي. يعني انتوا موافقين؟ شوف يا ابو الحاج درويش، انت رايك ايه؟ اني لسه بتشاور مع نفسي. الراي رايك انت. انا بقول دي مسؤوليه، والراي الاول والاخير فيها لازم يكون رايك انت يا ابو الحاج درويش. اذا كان علينا احنا طبعا موافقين ونتمنى كمان. اوعى تكون وافقت. اوافق ازاي يا امه؟ مش لازم انا اشاور نفسي واخد رايك. ميعادك مع المأمور امتى؟ بعد يومين ثلاثة. طب وانت ايش قولك؟ والله يا حاج انا عمري ما تمنيتها ولا فكرت فيها، انما اذا كان اخواتي يعني عايزين العمودية تدخل دارهم يبقى وضع تاني واشاور نفسي. في ايه؟ بتفكري في ايه يا حاج؟ اسمعي يا درويش. نعمين يا حاج. ما تقبلش العمودية دي، مش عايزينها، حد الله ما بيننا وما بينها. يا ساتر، للدرجة دي يا حاجة؟ احنا عايزين العمودية ليه يا درويش؟ ما انت عمدة من غير الحكومة، الناس بتيجي تشتكي لك من العمدة واللي انت عايزه بتعمله، كلمتك ماشية على الكبير قبل الصغير، لكن لما تبقى عمدي الهيبة اللي انت فيه العمودية هتحرمك من حلاوتها. تحرمني ازاي يعني يا حاجة؟ هقول لك ازاي. الناس بتسمع كلمتك وتمشيه لانها مقدراك، لكن لما بقى تبقى عمدة رسمي الناس اللي مقدراك هيخافوا منك، واللي كانوا بيأمنوك على سرهم عشان انت منهم عمرهم ما هيأمنوك على حاجة عشان انت خلاص بقيت من الحكومة. والله كلام جميل قوي يا حجة، كملي. تحب يا درويش الخلق يحترموك بأمر الحكومة؟ ازاي بقى يا حجة؟ حضرة المأمور بيحترمك لأنك الحج درويش عكاشي، بيكلمك بأدب ولما يندهلك يندهلك بأدب، لكن ساعتها بقى لما تبقى موظف عنده ورقبتك تحت سكينته الأمر ما يسلمش، يمكن يشخط فيك قدام اللي يسوى واللي ما يسواش.
هي دي الحقيقة يا درويش، وعليك انت بقى انك تختار. عارفة يما الأهم من العمودية ايه؟ ايه يا دناي؟ اني بحبك قوي وما اقدرش استغنى عنك، ومن غيرك ما اقدرش اعيش. ليه بس يا حاج درويش؟ ده احنا معتمدين على الله وعليك، تحرياتك سهلة وجاهزة، لان مفيش اعتراض عليك من اي جهة ولا من اي ناحية. اعمل معروف يا جناب المأمور، ابعدني عن السكة دي، الله ليسيك. هو احنا هنعينك قطع طريق؟ ده انت راجل هتبقى عمدة. اصل الحقيقة يعني لاني بحبها ولا هي بتحبني. هي ايه دي؟ العمودية. أنا فكرت كويس ولقيت الحقيقة يعني إني منفعش فيها ولا ببصلة. يا راجل يا راجل، ده أنت ربنا مديك موهبة حل مشاكل الناس، وكل الناس بتحبك وكل الناس بتكبر لك. أهو للسبب ده يا جناب المأمور أنا منفعش عمدة. أقول لحضرتك ليه؟ أنا لو بقيت عمدة العلاقة بيني وبين الناس هتفسد، واني صعب قوي ان العلاقة بيني وبين الناس تفسد لأي حاجة. يا رشيدي يا رشيدي على وشي المي، سيب شعري وامسك ايدي على وشي المي، وتدلع يا رشيدي على وشي المي، حبيبي قال لي يا سكيني مريم يا مريم. ايه دي؟ عايزه ايه يا سكيني؟ يا لهوي انت فين يا بيت؟ انا هو يا اختي في الدار ليل ونهار. ايه خرجت ازور البلد ولا يمكن مرشحه نفسي في الانتخابات وبلف على البيوت اقول لهم انتخبوني يمكن؟ جرى ايه يا مريم؟ انت بتتراجعي عليا ولا ايه؟ هعمل لك ايه؟ ما انت بتقولي كنت فين يا مريم؟ هكون فين يعني؟ في دار تانية وانت في دار تالتة كان زمان يا حبيبتي، انما انت خلاص اتربعتي وقعدتي ولبتي وخدتي الواد عيسى، يعني ما عدليش عزه في حياتك، اتمكنتي يعني. هتعوزيني في ايه دلوقتي؟ يا لهوي يا مريم، ده انت معبيه مني خالص. ايوه معبيه ومبقبقه منك. ايه جرى ايه يا بيت؟ احنا مش كنا مع بعض في فرح بسيمي؟ ايوه كنا مع بعض في فرح بسيمه، ايه اللي جرى بعدها؟ ايه مش قادره على بعدي؟ اسكتي يا مريم اسكتي، ما كنتش فاكره ان الشغل في داركم كتير قوي كده. خشي يا بنت في عبي خشي، لو انت بتشتغلي في الدار خالص يا بنت ماني شايفاكي بعناية. انت يا اختي قاعده في قاعه عيسه لبده، مش عارفه مش عايزه تخرجي منها خالص. ايه فيه ايه؟ خلاص خلاص يا مريم خلاص، تعالي معايا تعالي حوريكي حاجه جوه حلوه قوي. تعالي بس. هتوريني ايه؟ ورده جني؟ خليكي حلوه مال. تعالي. طب يا اختي ما اشوف هتوريني ايه. جربي قدامي، يلا قدامي. الشيخ طلبه، الشيخ طلبه فين؟ خرج من بدري. يكون عند عبد العزيز في الغيط. قال لي حيفوت بس بعد ما يكيل الغله في دار فرحات. في ايه يا طار؟ الشيخ البلد عايزه ضروري، وامي عيانه مش قادره ادخل ليه. ابا الحاج درويش، ابا الحاج درويش راح البندر. عم مريم فين؟ بعيده فين؟ في ايه يا طاهر؟ علي عرفني بقى الشيخ البلد عندك بره، روح اساليه عشان الشيخ طلبه يجي طين عيشتك وعيشت امك. اخش اصحي لك ابوك صادق يا ولا؟ هو صادق هنا؟ ايوه جاي الفجر من السوق. اخش اصحي لك يا ولا؟ خشي خشي صحيح. حاضر حاضر يا ولا حاضر. ما انتش عايز تقول لي في ايه يا طاهر؟ في ايه يا حاج مسلم؟ خير؟ كنا عاوزين الشيخ طلبه في موضوع كده. الشيخ طلبه؟ موضوع كده ايه؟ ما تقول على طول. الشيخ طلبه مطلوب للجهاديه، والورقه اهي اللي جات لنا من المديريه، ولازم يسلم نفسه الليله. الليله؟ يعني ايه اللي حباك الليله؟ لازما يعني الليله؟ ايوه الليله، وانا مستني لما اخده معايا. الله، وتستنى ليه؟ هو يعني كان هيهرب ولا هيطير؟ مش المقصود يا ولد، ما
بس انت عارف ان دي مسؤولية. مسؤولية؟ في ايه يا حاج ابو مسلم؟ في ايه؟ انت ليه على طول كده جارش ملحتنا؟ مسؤولية في ايه يعني؟ اتكل انت على الله يا حاج ابو مسلم، اتكل انت على روح درك اخوي، ولما يجي طلب عيجيلك احسن، بعدين ابو الحاج درويش يزعل منك. اسمع منك له يا اولاد فاطمة، يعني ماشي وقدامي ساعتين بس حسنا فيها الشيخ طلبة، دي حال الطوارئ، والمطلوبين لازم يسلموا نفسهم الليلة. يا حاج ابو مسلم يعني هي ديتها ايه؟ هندفع البدلية. البدلية؟ ضحكتني يا ولا، ما كنتش جيت بنفسي. البدلية لغوها من السنة اللي فاتت، خلاص التجنيد بدأ إجباري، ومفيش غفير ولا ابن فاطمة تعلبة. أنا مستني ساعتين زي ما قلتلكم، وبعدها هضطر أقبض عليه، عن إذنكم. يلا يا ابني. أمه أنت فين يا أمه؟ أمه فين؟ هتقول أمك إيه يا ولا؟ يخرب بيتك هي ناقصة؟ لازم تعرف يا ولا، أمك عيانة يمكن تروح فيه. ما هو الموضوع كده مش هيعدي على خير. في إيه يا صابر؟ إيه الموضوع يا طارق؟ خش أنت جوا يا سميحة، خدي يا هانم وخشوا جوا، مش ناقصين مشاكل. أنا هلبس هدومي أروح للشيخ طلبة مطرح ما يكون. نفسي أعرف في إيه؟ أنا أصلي إيه؟ اتفقت مع حماية عبد السلام الكاشف إني استخدم الجرن بتاعه واوزن فيه الغلب. قلت لأمك؟ ما رضيتش ازعجها يا عبد العزيز امال، بس ابا الحاج درويش عارف كل حاجه. اي أيوة والله، بس المهم بعد ما اوزن وانضف واشون في الشويله، انت تبعت عيسى ياخدهم وتخزن على طول. يلا يا اخويا طول، يلا يا اخويا اشتغلوا، هي اصلها مش ذكيه. جرى ايه يا عبد العزيز؟ انت شايفه لا مؤاخذه يعني، ابا الحاج درويش جاي ولا ايه؟ لا انا شايف صادق اخوك جاي، وما دام صادق جاي يبقى اكيد اخوك الحاج درويش جاي وراه، جاي يجرب. صحيح، خير اللهم اجعله خير. اكون يا علي ربنا يستر، لاكون امك جرى لها حجر. استر يا رب، استر يا رب. ايه ايه يا شيخ طلبة؟ ايه القف نفسك الاول يا رب. شيخ طلبة اطلع قدامي دلوقتي على الدار، احسن فيه مصيبه. امك جرى لها حاجه؟ لا امك كويسه وبخير. ده مسلم شيخ البلد جايب الصيد على الجهاديه للشيخ طلبة، وبيقول بيقول انه لازم يسلم نفسه خلال ساعتين. طب ومال جهاديه؟ جهاديه هو حد يطول يا ولا؟ ايه اللي بتقول ده يا شيخ طلبة؟ ابوك الحاج درويش هيروح يدفع لك البدليه. لا ما هو بردك بوز الاخص دي، شيخ البلد بيقول ان البدليه اتلغت واحنا مش جاريين. ده كلام تخاريف. هو ابو مسلم فين دلوقتي؟ في داره يا اخويا، مستنينا هناك. وشمتان فيني؟ بينا نروح. استنى يا شيخ طلبة، حد كبير يروح معاك. استنى ابوك درويش. بس يا عبد العزيز ما تقلقش، بينا على صادق بينا. يلا يعني يا اخويا حجرنا ايه؟ اشتغل يا اخوات. وهو هي مش شكاية، انا هروح مشوار وارجع حال. اشتغل. ازاي تعمل هذا اللي بتعمله ده يا ولا؟ انت صدقت الحكاية ولا ايه يا ولا؟ لا 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 يابا لا، انا ما اسمحش تقول لي يا ولي، انا دلوقتي العمدة رسمي. رسمي؟ رسمي منين يا ولا؟ ها؟ إذا كان أنت لسه مقدم الطلب وبيتقصوا عليك، وغيرك مقدم، وأنا كمان مقدم طلب زي الباقيين. أنت مش عايز تقتنع ليه يابا إنهم خلاص مش عايزينك؟ زمنك خلاص. وبعدين يابا لما يختاروني آلي بشكل نهائي، ما هي العمودية برضك هتبقى لسه في دارنا. يعني إيه؟ اتركنت على المعاش بدري يالا؟ لا ما قلناش كده يابا. يابا يابا انت عندك ارض تقدر تقعد عليها وتزرعها، وتقدر كمان تعمل مشروع تجاري، والمشاريع التجاريه ياما. ولا انت عايزني افتح دكان بقاله؟ ها ابيع بيض وجبنه بكزار الدره يا ولا؟ الله ما قلنا بلاش يا ولا دي يابا. خلاص يا حضره العمده، مش دي اللي نفسك تسمعها مني؟ فين امك؟ فين امك تشوف الامل اللي احنا فيه؟ الابن بيبيع ابوه. انا ما بعتش يابا، ما بعتش. انت اللي طمعت في الدايره وكنت عايز تخش البرلمان لكن ما نفعش. يعني انت لو كنت دخلت البرلمان ما كانش زماننا في النجار ده. لو كنت
ما انت عشمتني انت ودرويش ابن تعلابة وبقيت الشلة بتاعتكم بتاعت الجمعية لحد ما بقيت عواطلي على المعاش يا ولا بقيت على المعاش وابني عايزنا افتح بقال الله ما قلناش بقالة يابا خلاص افتح حانوت يا ولا اكفد الخلق والموت دلوقتي بيلم وانت السادق بقى بينجي الكويس رايح والوحش قاعد يخرب بيتك يقطع لسانك باللغلغ من بدري يالا حضرة العمدة السلام عليكم يا حضرة العمدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في ايه يا عزيز ابويا درويش هنا ايه في حاجة حصلت اصل شيخ البلد بيقول ان الشيخ طولبة مطلوب للجهادية وانا مش عارفين نعمل ايه عملتها يابا أنا ما بعملش حاجة هوني العمدة الحاج درويش في المأمورية عند البيه المأمور وزمانه دلوقتي على وصول لا ده زمانه دلوقتي وصل الدار لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا